بنبدأ فيلمنا مع توني ستارك واللي هو صاحب أكبر مصانع إنتاج أسلحة في أمريكا لثروته بالمليارات من بيع وتطوير الأسلحة، وبنشوفه جوه مدرعات عسكرية في أفغانستان وتوني عايش حياته على الآخر وفي إيده الويسكي وبيتصور، وفي اللحظة دي بيتم الهجوم على الموكب وضرب نار وصواريخ ومحدش عارف جاية منين، وبيموت معظم اللي حوالين توني، ولما بيحاول يهرب بينفجر صاروخ جنبه عشان الانفجار بتبهدل صدره، وبيخطفوه الإرهابيين عشان يصوروا فيديو ويطلبوا فدية، وبنرجع بالزمن قبل الحادثة دي بحوالي يوم ونص في قلب امريكا، وشركه ستارك عامله احتفال ضخم لمديرها توني ستارك، وبيعرضوا على شاشات تاريخه وقد ايه هو كان عيل فاجر من صغره، وبيطلع مسؤول العلاقات في الشركه رودي وبيقول اننا هنا النهارده عشان نكرم توني مديرنا العظيم، وبينده عليه في الحديده، لكن توني بيبقى مشغول في حاجه تانية خالص، ومنع للاحراج بيطلع على المسرح وبنضايا يستلم بدل توني الجايزه، والراجل ده يبقى نمره 2 في الشركه على طول، وهو اللي تولى تربيه توني واداره الشركه لما الحاج ابو توني مات اصلا، ولما توني بقى في السن القانوني اللي سمح ان هو يدير الشركه رجع سلمها له تاني عشان يديرها، وبيخلص الاجتماع وبنشوف ان عم توني كان مشغول في الكازينو وشغال لعب وقمار وخمره ونساء واستغفر الله العظيم، وبيبان قد ايه هو شاب فلتان لكن صاحب كيان بالمليارات، وهو خارج من الكازينو بتوقفه صحفيه بس ما برضاش يبص لها اصلا غير لما الحارس الشخصي بتاعه يقول له على فكره جامده، وبتدخل الصحفيه في شمال وتقول له انت بتتاجر بالموت والحرب والدمار، فبيقول لها انت عايشه في الفضيله ولا فضيله ولا ايه، وبعدين انا اللي بحافظ على بلدك وابويا اللي ساعد ان الحرب دي تخلص اصلا، وانا اللي بمول المشاريع الخيريه في بلدك، ولمزيد من المعلومات اضغطي سيمور، فبتروح معاه البيت عشان تسيمور، فبتصحى الصبح ما بتلاقيش توني بس بتلاقي المساعده بتاعته بيبر، فبتقول لها يلا يا حلوه فرصه سعيده، لبسك جاهز وعربيه جاهزه توصلك لحد مكانك، وبعدها بتدخل المصنع الصغير بتاع توني اللي جوه القصر بتاعه، وكل ما تقول له على حاجه في الشغل يكبر دماغه او حتى ما يناقشهاش، وحتى معاه طيارته الخاصه اللي هتوديه افغانستان عشان يعرض سلاحه الجديد بيروحها متاخر هو والحارس الشخصي بتاعه، وبيكون مع رودي اللي بيكون مخنوق منه من استهتاره، وبيوصل افغانستان وبيبدا العرض بتاعه، واللي بيعرض فيه سلاحه الجديد صاروخ جيريكو واللي بينبهروا بيه جدا، وبيمشي توني من المكان في وسط مواكب المدرعات واللي هيتعرض للهجوم فيه زي ما شفنا في الاول، وبنشوفه بعد لما اتخطف بقى محبوس في كهف كده هو واحد، بيصحى توني مخضوض جدا بيلاقي بطاريه متوصله بحاجه راكبه في صدره، وهنا بيفهمه الشخص اللي معاه في الحبس ان هو اللي عمل له اللي في صدره ده، عشان كان في شظايا ما قدرش يطلعها ولو كانت فضلت موجوده كانت هتخترق قلبه وتموته، وان هو بالشكل ده كده انقذ حياته، والاختراع ده زي مغناطيس كده بيجذب الشظايا بعيده عن قلبه وشغال بالبطاريه، وبعدها اللي خاطفينه بيدخلوا وبيفهموه انهم عايزينه يعمل لهم صاروخ زي اللي كان موجود، فتوني بيرفض جدا فبيعذبوه، فبيقولوا له يا اما يسمع كلامهم ويروحوه يا اما هيقتلوه، وبينجح زميله في الحبس ان هو يقنعه ان هو ما يستسلمش للموت وان هو يحاول يسمع كلامه، وهنا بتيجي لتوني الفكره، وهنا هيعمل كانه يعني بيصنع لهم الصاروخ اللي هم عايزينه، لكن هو هيكون بيصمم بدله مسلحه من الحديد عشان تحميه، وكمان هيعمل مفاعل صغير جديد بيشتغل من غير بطاريه غير اللي كان زميله ده عامله، وفعلا بينجح بمساعده زميله يخلص المفاعل ويحطه في صدره ويتاكد ان هو شغال، وبيبدا في تصنيع الدرع بتاعه، وبيطلب كل المواد والامكانيات من اللي خاطفينه، ولكن كل شويه بيبصوا عليه يلاقوه شغال لكن ما بيبقوش فاهمين ازاي اللي هو بيعمله ده هيكون في الاخر صاروخ، ولكن الرئيس بتاعهم بيلاحظ ان هو ما بيعملش صاروخ ولا حاجه، وبيدخل على توني وبيهدده هو وزميله وبيدهم فرصه لحد تاني يوم بس علشان يسلموا الصاروخ والا هيموته، وبيشتغل توني وزميله بسرعه جدا عشان يخلصوا البدل. ولما بيختفوا من قدام الكاميرات بيبعت الرئيس ناس عشان يفهموا ايه اللي بيحصل، واول ما بيفتحوا الباب بينفجر بيهم، اتاري بقى ايه توني كان مفخخه، ولكن في الوقت ده توني ما بيكونش لسه لبس اجزاء البدله كلها ولا جاهز حتى ان هو يحمل عليها البيانات، وزميله بيحاول ياخرهم شويه وبيضرب نار عشوائي لكن بيقتلوه، وبيحاول يدخلوا المكان اللي فيه توني، ولكن هنا خلاص توني بيكون لبس البدله كامله، والبدله بتكون مجهزه باسلحه وبتطلع نار كمان، وبتبدا تدور ما بينهم المعركه، وبينجح ان هو يقتلهم لكن ما بينجحش ينقذ زميله، يقدر يخرج من الكهف وبيبقى كمان مجهز البدله بمدافع تساعده ان هو يطير لبعيد، فعلا بيشغلها وبيبدا وكانه خلاص هيطير لكن البدله بتنهار وبتقع في وسط الصحراء، وبيهرب فعلا لحد ما هليكوبتر بتلاقيه واللي بيكون عليها رودي المسؤول في الشركه عنده واللي كان بقاله فتره قاعد بيدور عليه، وبيرجعوا امريكا وطبعا بيستقبلوا استقبال كبير جدا وبيعملوا له مؤتمر صحفي، وبيدخل توني المؤتمر وبيقول لهم انا شفت بعيني جنودنا بتموت بالاسلحه دي وانا قررت ان انا اقفل المصنع وابطل صنع الاسلحه، فوقفوا هما الاثنين مع بعض في جنب وتوني حكى قالوا على اللي هو شافه وان هو دلوقتي كمان بقى عايش في المفاعل الصغير لصدره ده، وستان بينبهر وبيقول له بس استنى ما تتسرعش خلينا بس نشوف الاول هنستفيد بالمفاعل ده ازاي، وبعدين سيب لي انا الكلام عن مستقبل الشركه في الصحافه ريح انت دماغك، بيروح توني لمصنعه اللي في القصر وبيعمل مفاعل بامكانيات اقوى واحسن، وبيخلي بيبر تساعده وتفك القديم من صدره وتركب له الجديد، وبنشوف محاولات توني في تحسين البدله شويه بشويه وازاي بيختبر كل جزء فيها وبيحاول يطوره ويخليه اسرع واقوى واخف كمان، بيجي له ستان البيت وبيبلغه
ان مجلس الاداره عايزين يمشوه منها، لان الكلام اللي هو قاله عن ان هو هيبطل تصنيع السلاح خلى اسهم الشركه كلها تنزل الارض. فبيتضايق توني، بيفهمه ان هو مش مهتم اصلا بكل الهبل ده، وان هو مش فاضي عشان شغال على مشروع مهم، وفعلا بيسيبه وينزل مصنعه ويكمل شغله على البدله. بعد محاولات كتير بينجح توني فعلا ان هو يكمل البدله كلها بشكل انيق وفعال وخطير من الاخر، وكمان بينزل عليها برنامج الذكاء الاصطناعي بتاعه، وبيبدا في الاختبارات بتاعتها وكمان في الطيران، وبيبقى مبسوط بيها جدا. فبيرجع القصر بتاعه بالبدله، لكن ما بيعرفش يوقفها بالشكل الصح، فبيكسر حته من السقف وعربيه من عربياته كمان. وبتكون هناك بيبر سايبه له هديه عباره عن المفاعل القديم اللي شالته من صدره، ومكتوب عليها اثبات ان توني ستار عنده قلب. وبيتبسط بالهديه وبيروح حفله خيريه لشركته، والناس بتفرح بوجوده وبيبدا يتقرب بمساعدته بيبر. لكن بتفاجئه الصحفيه اللي قابلته قبل كده زمان قبل الحادثه بصور عن اسلحه خطيره وجديده مع الارهابيين اللي خطفوه، وانهم ازاي بيقتلوا وبيعذبوا قرى ملهاش اي ذنب في اي حاجه. فبيتضايق جدا ان ازاي شركته بتبيع اسلحه للناس دي، وبيكلم ستان في الموضوع ده، فبيقول له احنا بتوع سلاح وبنبيع للي بيدفع، ما تعملش انت فيها الملاك الطاهر بقى. وبنشوف بعدها توني لما بيرجع القصر وبيسمع الاخبار عن القتل والدمار، فالموضوع بيستفزه جدا، وهنا بيقرر يلبس بدلته ويجربها على الواقع، وفعلا بتكون البدله اكتملت التصنيع. يلبسها وبيروح المكان اللي فيه الارهابيين اللي كانوا موجودين في الاخبار، وهناك بينقذ سكان القريه وبيقتل الارهابيين، يمكن بينجح رئيس الجماعه بتاعهم ان هو يهرب. والطيران الامريكي بيلاحظ جسم مش متعرف عليه في الحدود الجويه اللي بيراقبه، فبيبعتوا طيارتين عشان يوقعوا الجسم ده. توني بيبلغ رودي ان هو اللي جوه البدله، لكن للاسف ما بيعرفش يساعده، بس توني بيقدر يهرب من الطيارات ويرجع القصر. وهنا بنروح تاني لمكان الارهابيين، والمره دي معاهم ستان اللي بنفهم اصلا ان هو اللي مأجرهم من البدايه عشان يقتلوا توني، لكن هم طمعوا انهم يخلوه عشان يصنع لهم اسلحه وصواريخ. فبيخلص عليهم كلهم وبياخد النموذج الاولاني اللي عمله توني للبدله ورسوماتها، وبيرجع بيهم للشركه عشان يخلي المهندسين يعملوا له نموذج منها ويقتل بيه توني. وفي الاثناء دي توني طلب من بيبر انها تدخل على البيانات السريه لشركته عشان يعرف ايه اللي بيحصل، وفعلا بتساعده، وبتكتشف ان ستان هو اللي ورا الخطف بتاعه، وكمان ان هو بيحاول يصنع بدله شبه بتاعته. وستان بيكتشف اللي عملته بيبر، وقبل ما بتلحق توصل لتوني عشان تبلغه بيكون هو وصل قصر توني وبيشيله، وبياخد المفاعل اللي جوه صدره عشان يحطه في بدلته ويسيبه يموت. وبتحاول بيبر تكلم رودي ان هو يروح ينقذ توني في القصر، وهي كمان بتاخد الامن وبتحاول تروح مصنع الشركه يقبضوا على ستان، ولكن بيكون هو خلاص لبس بدلته وبدا يهاجمهم. وفي الوقت ده توني بيكون زحف لمصنعه وحط في صدره المفاعل القديم، بيلبس بدلته هو كمان وبيروح عشان يوقفه، وهناك بيتخانقوا وسط الشوارع والعربيات، وفي الاخر بينجح توني ان هو يفجره في مصنعه. وبيجي وقت المؤتمر الصحفي عشان يوضحوا للناس اللي شافت رجاله ببدل حديد وبيسموهم ايرون مان، وقبلها بيكونوا متفقين مع توني ان هو خلاص مش هيقول ان اللي كان في البدله ده هو، وان دي كانت حادثه وخلص. لكن توني بيطلع على المسرح وبيقول للجمهور اي ام ايرون مان. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو مش عاملين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جايه ان شاء الله. وكان معاكم عبد الرحمن الفيشاوي، وسلام.